بإذن الرحمن. طيب على ذكر برضو اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة الجاي إن شاء الله في كرة اليد، الحقيقة الزمالك فريق قوي وعنده عناصر جيدة جدا جدا، وبرضو النادي الأهلي يعني مش محتاجين نتكلم عنه ولا عن قوته ولا حتى على تفصيلة إن هو في ميكس مهم جدا خاصة ما بين عناصر من أصحاب الخبرة وبين الطاقة المتجددة للشباب. لو حطينا الفرقتين قصاد بعض، شايف حضرتك المباراة دي ممكن تكون عاملة ازاي ما بينهم هما الاثنين؟ بص، ماتشات الأهلي والزمالك هي صفوة اللعيبة كلهم، معظم لعيبة مصر 90% منها أهلي والزمالك قوام المنتخب، فرقتين على أعلى مستوى. كانت حاجة تشرفنا الفترة اللي فاتت بسبب بطولة الدوري وبطولة كأس مصر اللي عملوه الفرقتين مع بعض، حاجة غير طبيعية، وهي دي الروح الرياضية بين الأهلي والزمالك. إن احنا نعمل ممر شرفي للزمالك ونحييه على البطولة، والعكس صحيح برضو، ما حصل احنا خدنا كأس مصر ممر شرفي اتعمل من الزمالك. لا، روح عالية. الكلام ده بيعكس طبعا ان احنا داخلين على حدث كبير، كأس السوبر، حاجة مصر تتشرف بيها في تنظيمها بعد ما اتنقل هنا. انا شايف ان احنا واجهة مشرفة، فرقتين هيلعبوا على اعلى مستوى، كل دوت بيتحط في، هنقول في طابلوه شكل حلو. الماتش اللي جاي ان شاء الله ماتش هيبقى من الطرفين قوي. عناصر النادي الاهلي، هنتكلم عن عناصر النادي الاهلي، معظمهم شباب، و انا شايف ان كابتن طارق محروس بقاله دلوقتي موسم مع الفرقة، شايف ان هو مدعم مجموعة كبيرة من الشباب، وده حاجة كويسة طبعا، فربنا يكرم ان شاء الله.